ترحب مملكه البحرين بالنتائج الايجابيه المهمه التي تم التوصل اليها في اجتماع فصائل المعارضه السوريه الذي انعقد برعايه كريمه من المملكه العربيه السعوديه الشقيقه في مدينه الرياض واذ تؤكد مملكه البحرين خالص تقديرها للجهود الخيره والمبادرات الطيبه والمساعي الحميده التي تبذلها المملكه العربيه السعوديه باراده قويه وعزيمه صادقه لاجل تعزيز امن والاستقرار في المنطقه والعالم فانها تعرب عن ثقتها في ان الانجاز الذي تحقق في مؤتمر الرياض يعد خطوه استراتيجيه في سبيل الوصول لحل سياسي يلبي امال وتطلعات ابناء الشعب السوري الشقيق.